ولكن أنا بعتقد المسألة مش هيك، مش هيك. هو أصلاً جايين هم من وين؟ هم جايين من مصر، وأشربوا في قلوبهم العجل. وكان سبق قلنا لكم إنه في مصر الفرعونية عجل مشهور اللي هو أبيس. أبيس هذا عجل مشهور في عبادته. فهو السامري، يعني السامري لما أضلهم، هذا مش يعني متعلم جديد صناعة العجل، لا، هو من الكهنة يبدو أصلا، من الكهنة، وكان من الكهنة من بني إسرائيل، وقارون كمان من الأغنياء، مش هيك؟ ولما يخالطوا بصير هيك وهيك وهيك، وليضطهد الجماهير، ولكن في ناس يكونوا مقربين إذا عندهم قدرات، تمام؟ فالآن العجل أبيس، ومش بس العجل أبيس على فكرة، وفي بقرة مشهورة اسمها حتحور. حتحور، البقرة حتحور. هذه البقرة حتحور على فكرة قديمة جدا في الإيمان الفرعوني، ولكن في آخر أمرها، ما هو كانت تتطور عقائدهم الفراعنة في النظر إلى هذه الآلهة، عندهم آلهة كثير. أنتم ما بتذكروا لما تحدثنا عن قضية التسع آيات اللي أوتيها موسى عليه السلام، وهم أصلا التاسوع عند الفراعنة من الأمور المشهورة، تاسوع منف وتاسوع كذا وتاسوع كذا. فمش صدفة انه موسى عليه السلام جاء بتسع آيات على فكرة، في تاسوع. وبعدين مش صدفة جاب عصا وافعى، لانه اصلا فرعون جالس بعرسه عنده عصا وعلى راسه افعى، ديروا بالكم. انت لما تعرف الفرعونية قديما وعقائدهم تدرك مرات ليش موسى جاء بافعى وليش عصا، وشو كان فرعون اصلا، العصا شو بتعني عند فرعون، واللي على راسه هذه الافعى ايش الافعى، واجا موسى بنفس الطريقه. فاذا هذه التفاصيل ان بدنا نفهم ليش هو كلهم بقره، مش شاي يعني ولا بعير ولا غيره، بقره. ما هي الهندوس لحد اليوم بيحترموا البقر لحد اليوم، واذا مسلم قتل بقره بصير مشاكل لليوم، وبكونوا اساتذه جامعات زي ما سبق قلنا، استاذ جامعه بكون، وبكون رايح على شغله بتوقف بقره في نص الطريق، بتطفي السياره عبين ما تقوم، هو بكون شيء بتقوم، بعدين بتستغربوا انتم بيفهم يعني، وناس بيفهموا عندهم علم ومفكرين، ولا كله موجود في كل العقائد، في مفكرين وبيفهموا بيفهموش، ما هي مش هيك العقائد. العقائد كيف بتغرس، والعادات والتقاليد، ويا سبحان الله كيف يصنع الانسان. فبتجدوا اذا نصراني ارثوذكسي ممكن يكون مفكر كبير وينصر هذه العقيدة، واذا كانوا كاثوليكي مفكر كبير وينصر هذه العقيدة، واذا بوذي شرحه، واذا شنتي شرحه، واذا يهودي شرحه، واذا مسلم شرحه، بس ضبطت معكم. مش هيك؟ فهون تمام. اذا العقائد الفرعونية مأثرة فيهم، ما هو خرج فيهم، وهم من اول ما خرج عليه السلام موسى لما خرج فيهم ووجدوا ناس بيعبدوا اصنام، طلبوا من موسى صنم، ما هو الساعة بعد ما تربوش، بعدهم في عبوديتهم الفكرية والسلوكية، تمام. طيب معناته ليش بقرة؟ طب تاسوع ودور التاسوع في التاريخ الفرعوني معروف، وتسع آيات، والحية والعصا معروف، فرعون والعصا والحية، والعجل أبيس معروف، والعجل اللي اتخذوه العجل أبيس، تمام. ما هو العجل بده يكون مش كبير طالما عجل. طيب، وهي هون بقرة، معناته هم لما قال لهم ان الله يأمركم في قضية معجزية بدها تيجي الآن، هو بده يكشف لهم القاتل بطريقة معجزة، زي ما هي سياقات الآيات في وإذ استسقى وإذ قلتم يا إلى آخره، كلها إعجاز، إذ فرقنا بكم البحر، رفع الطور، هاي نفس الموضوع من المعجزات اللي بدها تصير على الآن في قصة البقرة، اذبحوا بقرة. طب ما هي البقرة إيش؟ جزء من إيش؟ عقائدهم.
متشربينها. وهذا بتجدوه في كل الأمم. اليوم شو متشرب عقيدة أنت؟ شو متشرب عقيدة مرات غلط أو سلوكيات وعادات وتقاليد بتيجي بتصلحه أنت؟ شوف قديش في مقاومة، حتى لو كنت أكبر المشايخ وأعلم العلماء وإلى آخره. ويا جماعة هذه العادة هذه الأربعين للميت، هذه عادة فرعونية، هذه وثنية، هذيك بتغيب من هون بظلهم عليها، بتغيب من هون بظلهم عليها. تمام يا جماعة القضية الفلانية، يا جماعة القضية الفلانية. تمام فلأ فهون البكرج. طيب ماشي، هذا زي ما تقول في بدوي، تعرفوا انتو بكرج القهوة، البكرج القهوة اللي بنحط على النار مشان يغلى فيه القهوة. فبدوي قتل، بدوي قتل. طبعا بدهم، ما فيش شهود انما مشكوك فيه، طلبوا منه يقسم على القرآن ويقسم بالله انه لم يقتل. اقسم البدوي، اقسم. فبعض الحاضرين ما هو بفهم قال لهم شو هذا يقسم على القرآن، هذا لازم يقسم على بكرج ابن سمحان. ابن سمحان شيخ من المشايخ المحترمين. فقالوا له جابوا له البكرج يقسم عليه، فاعترف انه هو القاتل. اعترف انه هو القاتل، على القرآن بيقسم، على بكرج ابن سمحان بيقسمش. فهون، وخصوصا الامم قديما كيف كانت، واليوم لما بجوز ما نفهمش احنا لانه صار في علوم وثقافه وتربيه وتفاصيل ومدت قرون، فصارت عندنا هيئه نفسيه مختلفه، طريقه في التفكير مختلف. نتصورش قديما كيف كانوا يتقبلوا هذا. ما لحد اليوم هذه البشعه عند البدو، لما بدهم واحد متهم شو بيجيبوا؟ على فكره بيجيبوا الحديده هاي اللي بحطوها في النار بسموها البشعه، وبيطلع لسانه البدوي المتهم، بيطلع لسانه بضربوه بالبشعه هيك على لسانه راح بحموها على النار بتصير حمراء، بيطلع لسانه، اذا لزقت معناته متهم، اذا ما لزقت ايش معناته؟ بريء. خلاص بكون بريء. والعجيب كانت تمشي عند البدو لانه البدوي معتقد فيها ومش هو القاتل، فبكون لسانه برطب ما بيخافش، بيعملوا له هيك بتلزقش. اما اذا عاملها ما هو معتقد في البشعه، هالكتب بتكشفني البشعه، بخاف بجف لسانه تلزق. وفي على اليوتيوب العلويين لما بده وحده، وفي اكثر من شريط على فكره، شيء عجب في القرن ال21، العلويين موجود وين؟ في اليوتيوب. لاحظوا غرفه بعدين في زي ثغره هيك طويله تطلع برا الغرفه على الشارع. المتهم مثلا، في انا شفت بنت متهمه في عرضها انها زانيه ولا مش زانيه، كانه طبعا المشايخ اللي جوا بدخلوها في الخزوق، والناس تستنى برا، الناس تستنى برا، موجود على اليوتيوب، الناس بتستنى برا. البنت تضعيفة شوية، البنت مركت من مجرد ما دخل طلعت من هذا النفق من داخل الغرفة هيك طويلة شوية، صارت في الشارع الناس واقفين، خلاص الناس اعترفوا انها هي بريئة، واحنا متأسفين يا جماعة، صاروا يتأسفوا لقرايبها، وانتوا يا نخرب بيتكم. طب هاي لو ناصحة شوية كان راحت فيها، فعلا في واحد ناصح شوية ما قدرش، صاروا يشدوا فيه ويصير يقول انا بريء ولكم والله وناصح، شو يعمل هو؟ الخزق محدود. هذا بتشوفوه في الانترنت، حطوا وشوفوا، موجودين الناس في القرن العشرين ال21. والعجيب انهم، العجيب تطلع بتلاقي هالناس اللابسين وكذا ومبين يعني ودارسين وعندهم ثقافة وشي، مش يعني وخلص يا جماعة متأسفين انتو بريئين انتو كذا الاخري. طب وهذا اللي لزق؟ هذا يا الاخر بيتك، قبل ما تيجي تعترف روح صوم لك شهر وبعدين تعال على الخزوق هذا. قال بقول لك وايش طيب لما قال لهم بقرة نذبح بقرة
هون. طب ما هي متشربينها، ما هو اصلا برضو هذا نوع من ايش اصلا، لو مارسوا هم، لو مارسوا ذبح البقره خلاص هذا بيبدو ايش تخرج من نفوسهم. انتم بتدروا تعرفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس جو مسلمين، قبيلة مسلمين، وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه يهدموا اصنامهم بايدهم، قالوا له بلاش احنا نهدمها. هذا معناته شو؟ لا تزال، هذا لا يزال خايفين. فبعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هو اللي هدمها، بس لما يشوفوا خالد بيهدمها وما صارش فيه اشي بتجرأوا. واليوم بعض الاختيارية تعال قل له نروح نهد احنا سيدي شبان ولا سيدي شو اسمه الى اخره، بقول لك انا اهد سيدي شبان، هذا الولي يعني محل، لا هدوا انتوا اذا لابد. يعني بسان يشوفوا ها، فهون اذبحوا بقرة، لانه اذا ذبحت البقرة مقدسوها اصلا، بقدسوها البقرة، معناته هيك شو بصير؟ ممارسة. فيبدو التردد هذا مش قضية انه خايفين انه ينعرف، لا، التردد انه اجاهم على في الصميم بقرة. واحنا قلنا حتحور، هاي البقرة حتحور من قبل العجل ابيس، ولما تشوفوا عبدوا العجل هم، مهم لانهم بيشتاكلوا العجل ابيس اصلا بيعبدوه، واشربوا في قلوبهم العجل. يعني كيف لما تجيب سفنجة وتتشرب كل المي بتخلخل كله في الداخل، أه؟ طيب كيف بدنا نخرجوا هذا؟ وهذا الكلام على فكرة مهم كثير اليوم. ليش؟ لأنك لما بدك تتعامل مع الناس في تغيير عقائد عندهم فاسدة وسلوكيات وعادات وتقاليد، يعرف انها صعبة شوية، فبدك برضو بدك نفس طويل وتحاول يكون في أساليب تربوية تخرج هالإشي منهم، تخرج هالإشي منهم. فلقيت كثير من الناس مثلا إذا المقص مفتوح بظلوا حايص عبين ما يسكروا، في ناس إذا البابوج مقلوب بظل حايص عبين ما يزبطه، لأنه في اعتقادات سابقة، خصوصا إذا أمه ولا سته كان يعني مرسخة في داخله هالعقائد. بنشوف هاي بقايا هالمسألة، تلاقيه متشائمه مرات من بعض المسائل. لا، البومة مثلا، البومة إذا سمعوا صوت بومة قال لك رحنا فيها، أبصر مين من دموت الليلة. هذه مع أنها كانت قديمة كثير على فكرة، يعني ارجعوا 50 سنة كانت يم مسيطرة قضية البومة وصوت البومة. إذا البومة جت ونعكت في حارة كانت الناس كلها تتشائم، تقول لك الله يستر مين بده يموت هاليومين. مع انه في امم ثانيه تنبسط على زعيق البومه، بنبسطوا بتفاعلوا، في ناس لا، الغراب الى اخره، بتلاقيه مسيطر فعلا، مسيطر. طيب بقره، اذبحوا بقره اذبح بقره. فصاروا يلفوا ويدوروا، اللف والدوران هذا مشان ايش؟ اذبحوا بقرة. قلنا حتحور، هاي اتطورت الاعتقاد فيها، البقرة حتحور اتطور الاعتقاد فيها عبر الاجيال طويلة. في زمن بني اسرائيل كان وصل الاعتقاد الفرعوني في البقرة حتحور انها هي اللي بتستقبل الموتى لما بموتوا في العالم السفلي، كانوا يسمون الموت عالم سفلي، مين اللي بيستقبلهم وبرعى شؤونهم؟ البقرة حتحور. وفي فترة من الفترات صارت هي آلهة في المحاجر وعند العمال، وهم بني إسرائيل أظن جزء كبير منهم كان في المحاجر وعمال مستعبدين، فبالتالي البقرة يعني هاي حتحور، واللي هي أصلا بتعتني بالموتى وبتستقبلهم في العالم السفلي وبترعى شؤونهم حتحور، وبكل إنه بقرة واذبحوا بقرة. وبعدين حتحور في إلها بعض على فكرة التماثيل كبقرة، وكثير منها مطلي بالذهب. انتبهوا، مطلي ايش؟ بالذهب، مطلي بالذهب. ما هو الذهب قد ما يكون صافي اكثر بيكون اللون اصفر اكثر، مش هيك؟ الان بقول هون اذبحوا بقرة، اذبح بقرة. فبدوا ايش؟ بدوا، لكن امامهم الزعيم القائد موسى عليه السلام، الله، وشافوا وكان في سابق، هم بخافوا اصلا. ما هو رفع فوقهم الطور على فكرة، رفع فوقهم الطور وقال لهم خذوا الميثاق، تمام، أخذهم الميثاق والجبل فوقهم، إذا ما بيقبلوا شو بصير؟
بسقط عليهم، ظنوا انه خلص انتهى بده يوقع فيهم. فهم مجربين موسى عليه السلام، ما بخافوا منه يعني، بخافوا منه. يأمركم ان تذبحوا بقرة، بتتهزى ليكون جد بقرة ها بقرة. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي صفتها. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، اوان بين ذلك. هو على فكرة راح تكتشفوا في الاخير انه هو اعطاهم الاوصاف، هم العجيب لما بدوا يناقشوا هو طلب منهم بقرة، تمام. هو كان ناسف العجل من قبل قدامهم، هو اللي هو فعل، هلقيت هم اذبحوا بقرة وحط حور افهموها، وحط حور اللي بتستقبل في العالم السفلي وبترعوا، تمام. طيب والمقدس لا يذبح. راح تكتشفوا في النهاية ان هي الاوصاف تنطبق بشكل ممتاز على الشيء المقدس من بقر وغيرها، لانه مش كانوا لا يعني الصورة في ذهنهم للبقرة المقدسة بتكون في اجمل صورها، في اجمل صورها، مش يعني هالبقرة اللي يحرص عليها وتعبانة، مش هالبقرة اللي يسقى عليها ومؤثر فيها النير وضعيفة. لا هذه يم، لاحظوا هذه يم ايش، لاحظ صفراء فاقع لونها، تسر ولا يسر، تسر ولا يسر، تسر